الشعب يحب النكد. لا ما اقصدني كعراقية، اقصدنا كعرب كلنا. تسألوني ليش؟ خليني اقول لكم. انتشر مقطع فيديو على السوشيال ميديا، المفاجأة من اب مصري لبنته خلال حفل زفافها، ودخل عليها بصورة كبيرة لأمها المتوفية الله يرحمها، وضم الأب بنته وصورة زوجته الحضنة، وبدأوا يرقصون على أنغام أغنية رومانسية وسط سعادة كبيرة لحنينهم للراحلة. والتعليق على مقطع الفيديو: لما ماما تكون الغائب الحاضر. لكن الغريب بالمقطع أنه قبل كم يوم كان منتشر، بس منتشر تحت عنوان رجل يطبع صورة زوجته الأولى في حفل زفافه ويرقص معها ومع العروسة. عاد المقطع انتو شفتوه وانتو ضميركم، هذا أب أو عريس ما ندري. فهو إذا أب وبنته برأيي مقطع لطيف رغم التوقيت الغلط، لكن يعبر عن حب الأب وبنته للأم الراحلة ورغبتهم بوجودها معهم بكل اللحظات السعيدة والحزينة رغم عدم وجودها. لكن إذا هذا مقطع العريس طابع صورة زوجته الأولى فاعذروني. بس هذا ما وقف التعليقات، يعني وانتشر بشكل كبير جدا هذا الفيديو. مثل أمير اللي علق وقال: والله موضوع كل واحد عايز يبقى ترند في أي حاجة خاصة بالأفراح بقى مقرف قوي للأمانة. بينما لما قالت: غريب الصراحة، هو كان يبيها تصير سعيدة أو كئيبة؟ ما فهمت. ولا أنا فهمت يا لما. عبد العزيز قال: إيش الفكرة اللي يبي يوصلها وما قدر يوصلها غير بالطريقة هذه؟ وأحمد اللي اتفق مع رأيه قال: ما يعرف الفرق بين لحظات الفرح ولحظات الحزن، البعض يحب النكد. وانتم متابعينا، شو رأيكم؟